بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه، ويتحدثون عن الاحترافيه. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم وحلقه الخميس من ملك وكتابه، حلقه تاتي في مفترق السنين، اللحظات الاخيره، في اليوم الاخير من الاسبوع، في الاسبوع الاخير من الشهر، في الشهر الاخير من السنه، في الساعتين الاخيره من 2020. كل سنة وحضراتكم طيبين، لكن لماذا الحديث عن الاحترافية؟ بص يا استاذ ابراهيم، احنا عاملين ناخد المصطلحات وناخدها في سياق بعيد جدا، لدرجة ان بقت يعني اهدرنا قيمة اي معنى. يعني اسمع كلام ناس تطلع تتكلم تقول لك تعاملنا باكبر قدر من الاحترافية، واصلحنا معروف ان احنا بنتعامل باحترافية، ولما تتمعن وتنظر فيما يفعلون هم ابعد ما يكونون عن هذه الاحترافيه. عندنا امثله بس بعد ما تستعرض محتوى عشان نتكلم في هذا الامر.